في اسماء وارقام تليفونات جميع اعضاء مجلس النقابه، وجميع اعضاء مجلس النقابه بيرحبوا بالتواصل مع اي زميل من الاطباء في اي خسارات او اي مشكله يقع فيها في اي وقت. عدم انتهاء النقابه من تسجيل ملكيه كافه العقارات المملوكه وذلك فيما عدا ما قرر نقابه حلوان صادق والبالغه نحو 12 مليون جنيه، وكذا عدم موافقه الجهاز بشهادات تثبيت التصرفات العقاريه لبعضها في تاريخ الميزانيه، فضلا عن عدم التامين على كافه الاصول الثابته والمخازن. بالنسبه لاعمال الشراء والتسجيل والتخزين وصرف وارتجاع الادويه والمستلزمات الطبيه وذلك لمقري النقابه كل فيما يخص، وذلك بالنسبه لجنه مصر العطاء، حيث تم ذلك في اطار غير منضبط والبالغ قيمتها في 31/12/2015 نحو 5 مليون جنيه، في دور ما تم اثباته في محاضر اثبات الحاله من انتهاء صلاحيه بعض الادويه وقرب انتهاء البعض الاخر، وقد اوصى الجهاز بضروره وضع اليه مخزنيه تضمن ذلك بصوره سليمه احكاما للرقابه. بلغ رصيد حساب مدين معارض السلع المعامله نحو 361 مليون جنيه يمثل متاخرات مديونيات الاعضاء معارض السلع المعامله، منها نحو 374,000 جنيه يمثل متاخرات عن معرض السلع المعامله لعام 2013. نشكر جهاز مركز المحاسبات على مجهودهم.